ازيكم شباب وبنات، عاملين ايه؟ معانا النهارده شرح حل كتاب، شرح حل الكتاب كونكت بلس المدرسي الابيض والاسود المدرسي مدرسي سيد. طبعا هو اكيد في منكم محتاج حله بس مش لاقي ايه وحله. ومعانا اول صفحه، حل اول صفحه هيتكتب هنا، اكتب هنا اللي هي صفحة اتنين، هيتكتب هنا رامبينج، هنا هتكتب الجملة دي، فاما تحتها اللي هي دهيا هتكتبوا الجملة دهيا لدهيا يعني. وتحت خالص مكتوب there is a big sport event today، هتكتبوا هنا yes مكتوب. تاني واحدة there is a jumping big competition، طبعا yes هنكتب yes. اللي تحتها the girls are running a race، هنكتب هنا yes. اللي تحتها there is a swimming competition، هنكتب هنا no. ومعنا خمس مسألة a boy is doing the long jump، هنكتب هنا yes. هنا some girls and boys are doing a throwing competition، هنكتب هنا no. تعال نخش على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها ها هي ان احنا فوق هنكون كلمات مات من الحروف دي، زي هنا race، فهنعمل ده كده. وهنا middle هنعمل عليها هي كمان داير. وهنا track هنعمل عليها داير. فأما بقى تحت هنكتب هنا middle. وهنا هنكتب race. وهنا هنكتب track. هنخش على تحتها اللي تحت طبعا the race track is a distance of 80 meters. طبعا اللي فوق خالص ده محلول. اللي تحتها يوسف can throw، هنكتب هنا throw. او the ball a long way. السؤال اللي تحتها Thelma wants to win، هنكتب هنا win. The 100 meter race. السؤال اللي تحتها Miss Mona
Miss Mona is missing. Missing. هنكتب هنا missing. Missing. How far you jumped. اللي تحتها هنكتب 10 as letters well complete. Complete. هنكتب هنا complete in the 20 معرفش الرقم ده يعني اللي بعدها meter race this aphotron not. طبعا السؤال اللي تحتها هو اخر سؤال سؤال في الصفحة دي. داليا كان jump هنكتب هنا jump really هيج. تعالوا نخش على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها طبعا هيكون عندنا ده فوق في اول مسألة اللي هي دهيا it won't be a say Dahlia can run fast too. هنكتب هنا 3 الإجابة. المسألة اللي تحتها yes هنكتب هنا 5. اللي تحتها طبعا محلولة بس هقرأها لكم. هي مونا let's watch the 100 meter race. 1 هنكتب هنا 1. اللي تحتها look very straight now will Hoda win. هنكتب هنا 4 good idea I think Hoda will when she's good at running. هنكتب هنا 2. آخر مسألة هنا هنكتب will هي مكتوبة فارز when the race أميرة want هنكتب هنا want get a medal she didn't jump her they won the competition they will be happy. هنكتب هنا will. اللي تحتها يوسف run very races since today he will be third. هنكتب هنا will. اللي تحتها there are lots of good athletes here at want هنكتب هنا want be easy to win. في اللي تحت خالص اللي هي اخر سؤال في الصفحة ده هي هنكتب want Dina now enter the drawing completed. تعالوا نخش على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها ها فوق خالص اللي هي الإجابة المحلولة how far can she jump مكتوبة هي بس أقرأها لكم she can jump 3 meters. السؤال اللي تحتها run he how can fast هنكتب how fast can Herein. أما السؤال اللي تحتها
the far she ball how throw can. هنكتب how far she throw. اللي تحتها he jump can his how. هنكتب how his can jump can jump. اللي تحتها هي مكتوب Shark jumped higher than Yusuf. هنكتب no هي مكتوب. فأما تحتها run the fastest Dina. هنكتب no. ده السؤال. Who jumped the farthest Dina. هنكتب no. Yusuf threw the ball farther than track. No. Who jumped the hedge? يوسف. هنكتب هنا yes. اخر سؤال. دينا ران slower than اميرة. هنكتب هنا yes. تعال نخش الصفحة اللي بعدها. هعمل فاصل بس وارجع لكم تاني.